لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآيات المكتوبة على باب الكعبة. إن الكلمات والآيات المكتوبة على باب الكعبة تذكر الواقفين بعتبته بجلالة الموقف وعظمة المقام، وأنهم على باب بيت الغفور الرؤوف الرحيم الذي ترفع إليه الدعوات وتطلب منه الرحمات وتسكب له العبرات. فمن العبد طلب ورجاء، ومن الله عطاء وعطاء. وقد كتب في الزاويتين العلويتين للباب الله جل جلاله محمد صلى الله عليه وسلم، وكتب من الآيات القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها بسلام آمنين، وقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، وقوله عز وجل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقوله جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وكتب على مقبضي الباب الله أكبر، وكتب تحت القفل سورة الفاتحة. أما الجوانب مكتوب فيها 15 من أسماء الله الحسنى كما يلي: الجانب العلوي يا واسع يا مانع يا نافع، الجانب الأيمن يا عالم يا عليم يا حليم يا عظيم يا حكيم يا رحيم، الجانب الأيسر يا غني يا مغني يا حميد يا مجيد يا مستعان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وديني السلام.